جميع الأشغال بها انتهت وهي جاهزة للتسليم. على مساحة 5 هكتارات تتربع محطة المرسى ببرج البحر لتحلية مياه البحر، محطة ستمكن 600,000 ساكن من التزود بالمياه الشروب. هو مشروع لمحطة تحلية مياه البحر، نجلبوا من البحر ما يعادل 133,000 متر مكعب بعد التصفية من كل شوائب تاع المياه هذه اللي جبناها من البحر. نقوموا بعمليه لوسموز انفرس عبر مضخات عاليه الضخ باش نفصلوا 45% من الكميه هذه اللي تعتبر تقريب خاليه من الاملاح. مهمه انجاز المشروع اوكلت الى الشركه الجزائريه للطاقه بالتنسيق مع مؤسسه كوسيدير بسواعد جزائريه متحكمه في التكنولوجيا من خريجي الجامعات والمعاهد العليا. هنا رانا في قاعه تحكم محطه المرسى لتحليه المياه. في هذه القاعه يقدر الاوبيراتور يتحكم في كاع العمليات، يقدر يشعل يطفي كاع لي بومب، يديماري لي فيلت، ويقدر هو يبعث الماء للريزو تاع الناس. في اطار البرنامج الاستعجالي الذي قرر في الاجتماع المشترك للوزراء في 24 جويلية 2021، والذي يتمثل في انجاز 3 مشاريع على مستوى البخره المحطمه بسعة 10,000 متر مكعب، المرسى 60,000 متر مكعب، وقرصو 80,000 متر مكعب، بالاعتماد على أيادي جزائرية وطاقات يعني طاقة بشرية جزائرية والمنتوج الوطني. 5 محطات لتحلية مياه البحر تندرج ضمن المخطط الاستعجالي لسنة 2021 بقدرة إنتاجية تصل إلى 300,000 متر مكعب يومياً، ما من شأنه مجابهة ظاهرة شح الأمطار من جهة وتأمين حاجية المواطنين من المياه الصالحة للشرب من جهة أخرى.